أطلقته مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية أخرى متنوعة متعاونة ومتكاملة لتنزيل أربعة أنواع وأصناف من المصالحة. أولها المصالحة مع الذات، لأن الذين انداحوا في هذه الطريق والتي أدت إلى جملة من الإصابات ليس على مستواهم فقط وإنما على مستوى أمة بأكملها ونظرة لدين بأكمله، هؤلاء يعيشون خصومة مع ذواتهم بحكم أنهم قد رأوا نتائج الذي قد أدت إليه الأفعال التي قاموا بها، فلا بد من المصالحة مع الذات وإعادة رفع نوع من السلم الداخلي، وهذا الرفع للسلم الداخلي يحتاج إلى علوم. هناك أساتذة مختصون يواكبون في هذا الصوب. ثانيا مصالحة مع النص الديني، النص الديني الذي رأوا في وقت من الأوقات أنهم قد امتلكوا مفاتيح فهمه، لكي يتبين لهم بعد ذلك أنهم لم يكونوا متوافرين على الفهم السليم، فإذا يعطون الآليات والمصافي التي بها يتمكنون من التعامل السليم مع النص ويقفون حيث تقف قدراتهم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المصالحة الثالثة هي المصالحة مع المجتمع الذي قد قاموا إزاءه بجملة من الأفعال المشينة، وهذه فرصتهم للتعرف على آليات اشتغال المجتمع، تاريخه، هويته، لكي يحبوا وبعد ذلك يقوموا بهذه المصالحة. هذا أيضا يحتاج إلى مواكبة من نوع خاص. ثم المصالحة رابعا مع القوانين ومع التشريعات محليا ودوليا. يتوج كل هذا نوع من التأهيل، وهذا التأهيل خماسي الأبعاد، فهناك تأهيل وجودي، تأهيل فكري عقلي، تأهيل وجداني، تأهيل مجتمعي، ثم تأهيل دولي عالمي حتى نعيش ضمن الظروف الراهنة التي أصبحت الآن هي السائدة، وهي الكويرة الكويكب الذي نحتاج فيه إلى أن ندبر العيش المشترك في إطاره. هذا البرنامج بحمد الله قد أعطى ثمراته، فمن ضمن الذين استفادوا من هذا البرنامج لم تسجل حالة عود واحدة والحمد لله، بل بالعكس أصبح عندنا عدد من المستفيدين من البرنامج والمستفيدات الذين الآن يقومون بدور التثقيف بالنظير ويؤطرون نظراءهم، ولا أفعل ولا أنجع في مجال التأطير من أن يؤطر النظير نظيره لأنه أو نظيرتها، لأنهم يكونون أقدر على فهم ما يمرون به لأنهم قد كانوا هناك. فإذا الاستخلاص من أتون هذه المعاناة وهذا النوع من الانفصال عن الجادة هم يكونون أقدر عليه بحكم تملكهم للوسائل وللترسانات من الكفايات التي تعطاهم ضمن هذا البرنامج. من السهل يعني إصلاح هذا الفكر الديني خصوصا من الدور ديالكم كعلماء الجانب الفكري. التقويم حين تقام أمام ناظري المستفيدين والمستفيدات السردية الأصلية المستندة إلى أدلتها، يكون من اليسير بعد ذلك الوقوف على مدى الانحراف والزيغ التي في السرديات التي يستبطنونها. وحين ترسى دعائم حالة السواء فإن الوقوف على الاختلالات يصبح أمرا ميسرا والحمد لله.